انا ليه انا ليه انا بيختاروني وبيعطوني هالكلمات وبيعطوني هالامثال وبيقولوا لي روح دبر راسك؟ طب ما انا شو بعمل؟ انا شو بعمل؟ كسر على انفه بصله؟ شو معناتها كسر على انفه بصله؟ مين بدي لاقي ناس يعرفوا يعني كسر على انفه بصله؟ صعبه يا جماعه، صعبه. حسوا فيي، مع انا انسان كمان. بعدين بيقولوا لك يا اخذ الشور من راس الثور. طب معقول يعني؟ طب يا خيي باخذ الشور منك، بسألك لإلك، وين بدي لاقي ثور هلا؟ بعرفك عم تتفهمني وحاسس فيي، بس هن مش عم بحسوا فيي. شو بعمل بحياتي؟ ليه ما في غيرك تفهمني شوي؟ بس بتقضيها أكل. خلينا ناكل شو نلعب. خلينا ناكل. نبات هيدا كله نبات مفيد للصحة. كل. كل حبيب كل. كل واعطيني أنت كمان، شو بس قام طعمين. اخذ الشور من راس الثور. غريب هالمثل، خلينا نعرف شو قصته وشو اصله وفصله. يلا نسأل. حياتي وين عم تطلع؟ يا حياتي قلبي، يا حياتي قلبي. فرج فرج حياتي قلبي. لك ايه فرج؟ صحة وهنا، صحة وهنا، حياة قلبي. أربعة بس؟ في الخامسة أو وين؟ يلا بوسان. شو اسمها؟ شو اسمها؟ نانسي. نانسي؟ بوسان. يلا بوسان. يلا بوسان. يلا بوسان. بوسينا هي. يا حياة قلبي الله يعيشك. حبيبنا؟ أوكي. يا أخذ الشور من راس الثور. شو أصله وفصله؟ أصله وفصله إنه هذا الثور. إيه. فوت مخه راس الجرة. شو هيدا؟ فوت راسه براس الجرة. الثور فوت راسه براس الجرة. بقلب الجرة. بقلبها. كيف بده يشيلوها مش يكسر الجرة؟ كيف بده يشيلوها؟ يشيل راسه. بلا ما نكسر الجرة؟ ايه. كيف بده يشيل راسه؟ بده يكسر الجرة. نانسي حبيبتي يا اخذ الشور من راس الثور، شو اصله وفصله؟ كلنا اللي عايشين بلبنان بيعرفوا. ما عرفتوا هلا اديناتكم؟ لا. نانسي. معقول عارفوا ما بدها تقول؟ معقولة. طيب رح نرجع لهاي ونروح نشوف المدام. المدام وين؟ عم بيشتري عينكوف هونيك؟ يلا خدنا لعندها. سألنا زوجك الكريم ونانسي. نانسي ما عرفت. ما طبيعي ما تعرف. قال بيقولوا يا اخذ الشور من راس الثور، شو اصله وفصله؟ بعتقد انه يلي بيشاور اصحاب غير المعرفه يعني او الجهلاء يعني بيشاورهم مثل ثاني بيقولوا تم العوج من تور كبير اللي هو خد المشوره او الراي من حد ما بيفهمش. من راس الطور يعني من حد ما بيفهمش صح؟ ما انا ما بعرف. ممكن تساعديني؟ ايه كيف هيدي؟ شغلت اللي بالي هلا. كيف بدنا نشيل وما يكسر الجرة؟ طب هو شو فوتوا على الجرة هالطور؟ فوت على الجرة، فوت مخه بالجرة. طب فيك تساعدني؟ لا انت ساعدني هلا. سامعة فيها قبل؟ لا. مأكدة؟ لا مش متأكدة بس يعني كده. انا فهمتها كده يعني استشار حدا ما بيعرف. مثلا ممكن راسه زي الثور اللي استشاره يعني همجي او حد همجي يعني همجي مبت. طيب ان شاء الله ما حدا يستشيرني. لا ايه ده مثل لا 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 مش سامعه؟ لا ما بيعرفوش يعني المثل ده. فكر فيه شوي. فكر فيه. اخذ الشور من راس الثور. طب هيكون يعني تصوير اللي هو يعني ما تاخدش المشوره غير من حد بيفهم يعني. ما تاخدهاش من حد مش بيفهم انا مش بيها يعني. كيف بشيل راسه؟
انت قال لي بدنا جوا شيء بدنا نشيل راس الجره. لا بدنا نشيله. كيف نشيله؟ كيف؟ بلا ما نكسرها. بلا ما نكسرها، شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ قال لي عملوا لنا تكرم هيك، ما بيطلع راس الجره. هيدا هو المعنى، يعني يا اخذ الشور من راس الثور، هيدا معناتها. ايه رايك؟ يعني رأي إيه؟ مفز، يعني رأي مفز او حاجه زي كذا. والبلد زي ما انت شايفها على كف عفريت يعني وكذا. شو رايك؟ مظبوط؟ الماما عم بتقول؟ يعني ناخذ المشوره من الحد بيفهم عنده خبره. مش فاهم يعني. حضرتك من وين من مين بتاخذي المشوره؟ من الماما؟ من الماما لانها بتفهم. وانت من مين بتاخذي المشوره؟ والله بناتك اسم الله كويسه ملاك وكرمة. ملاك وكرمة. الله. كسر على أنفه بصلة. صار لي ساعتين بفكر شو يعني كسر على أنفه بصلة ومش عم بعرف. فيي أقعد بعد أربع ساعات وفيي روح أسأل الناس وأعرف. فيلا نسأل. كسر على أنفه بصلة، شو أصلها وفصلها؟ شو معناتها؟ مرغما تحمل الأشياء بهالمعنى. تحمل الصعوبات أو ما هيك تحمل شيء يعني رغم عنه غصبا عنه. بس قد ايه واحد بده يصبر؟ قد ايه بده يصبر؟ ما في صبر. شو الصبر حدود؟ هيئتك مش صبورة ابدا. ما بقى بدي يصبر يعني خشمة على خشمة. اي شايف حاله. شايف حاله؟ شايف حاله. مغرور. مغرور نعم. مرحبا. ماشي. لا نشوف حسابك. تفضل. لا الله يسلمك. حر حر اليوم والله. شوف كثير. الله يسلمك. عشو عشو هاي؟ هاي موكا. موكا. شغله حلوه. تفضل. لا خلص شربين منا لان عواف. يا جماعه الله معكم. الله معكم. مرحب حبيبي. يعني انا شفت مطعم فول وحمص ما هيك؟ واكيد مع لوازمها وخضره وحمص وبصل. اكيد هي الاساس البصله. هي البصله ليه بالسرفيس هو بالصحن الفوق هو الاساس البصله. طيب لا سوري البصله اذا بتريد بس البصله. بصله هي البصله الاساس. انا سؤالي عن البصله. يلا شوف ليه اقول لك ايه. أوكي. ما تقولي لحدا انه مش أخذتها. لا ما رح أقول. استحملتها. أو تدفعي عني. أكيد. خلاص؟ رح أكل بطيختين كمان. لا. فرد مرة عم تدفعي. ما فيك تحمله. كسر على أنفه بصلة. كسر. شو أصله وفصله؟ كسر على أنفه بصلة. فكر لي فيها. هلا هي
زي عم بقول زي ما حكيتك انا هي الاساس هي بالصحن الفول انا مزيت عندي هي الاساس البصلي. نعم بس شو اصله فصله هذا المصطلح ليه بنقوله المثل تبعه مثل ايه ليه بنقول كسر على انفه بصله فكر لي ليش توفي الدرخشة بهالأثناء؟ ماذا؟ أكيد كسرني إياه هو سؤالك مش صعب هوين بس بده شوية تفكير مشان نجيبها بمحلها أكيد منحط لنا صحنة فول بنقعد نفكر أنا وياك عيونك والله هلا هي أنا مش شام حضرتك مش شام مش شام هي كلمة من عنا أنا بعرف إنه من عنا ما بعرف إذا كمان شو معناها يعني رغم حاله عمل شيء هو مو حابب يعمله بس مضطر يعمله ممكن لمصلحة تمام فمنقول انه كسر على انفه وبصله وانت سامعها من شو من الاهل من الناس من الاهل ممكن من الشارع ممكن من رفقات يعني معروفه كله بيحكي متداوله هي صايره معك بهاليومين بهالشيء والله كل يوم عم بكسر على انفي بصلي دائما مشان الواحد يمشي اموره ممكن تقعد مع عالم انت ما تحب تقعد معه بقول لك يلا كسر انفك بصلي اقعد معه بس لنعمل هالقصة يعني هي نوع من دبلوماسية معينة فينا نسميها دبلوماسية أنا بدي أشكرك الله يسلمك يلا سلام يعني هذا الإنسان كتير منيح بيكون عم يتحمل كتير يعني ردات فعله بيكون جيدة يعني ما بتعامل إذا أجاز شيء سيء ما بتعامل فيه بنفس السوء لا بيتحمل في سبيل إنه يمشي الأمور هذا إنسان جيد بالحياة كسر على انفه بصله مرحبا كسر على انفه بصله او بصله يعني عصر على نفسه ليمونه عصر على نفسه ليمونه هو بيعمل سلطه يعني ولا ايه لا اول مره اسمعها اول مره تسمعيها تعال انا وانت مفكر بيها كسر انفه منخيره منخيره بصله بصله ايه بس يعني حاجه غصب عنه معقوله حاجه غصب عنه لا مش عارفه لا يعني انا جيت على نفسي بقى علشان خاطر حد جيت على نفسي على على خاطر حد علشان خاطر حد علشان خاطر حد فسر لي اكتر يعني انا ممكن ان انا اضحي بنفسي اضحي بحاجه اعملها انا عشان خاطرك مثلا الله يسلمك والله انت كويس يعني بصر على نفسه بصله او عصر ليمونه عصر على نفسه ليمونه هو عصر على نفسه ليمونه صح هو بيعمل بنفسه كده ليه يعني متقبل شيء هو مش عايزه بس لازم يقبله يعني متقبل شيء غصبا عنه يعني رغما عنه رغما عن انفه رغما عن انفه صح والله مش عارف ايه احنا هنا بنقول عصر على نفسه ليمونه عصر على نفسه ليمونه قليها لمره اخيره بالمصري عصر على نفسه ليمونه عصر على نفسه ليمونه مش برتقانة لا ليمونة كويس يعني تنازل على أشياء حتى يصل للشيء اللي بده إياه يعني أحطوه تحت أمر الواقع أنا حالياً ماشي على جسر أو ممكن نقول عنه كوبري وممكن نقول عنه غير شيء ما بعرف رح نسأل ونشوف يلا الجسر له اسم تاني شو هو؟ الجسر الجسر مطلع عليه ما بتعرف انت بتسميه جسر؟ جسر ما يعني ما سامع ممكن يكون له اسم تاني
كبري نحن بنعرفه بالمصري، لانه بالمصري بيقولوا كبري. كبري اوكي. وجسر. هلا قنطرة ممكن لانه كمان قنطرة نفسها يعني حسب الشكل. الشكل تبعه قنطرة. الجسر قنطرة بسوريا. عم بتذكر لك شو الاسم؟ ايه اسمه بالسوري محلق. المحلق. المحلق. اوكي. شو بتشتغل حضرتك؟ مهندس. قلت لك مهندس. اولك كمان هيك عندك علم فيهم كلهم. هندس شو؟ مدني ولا مدني؟ طيب انتوا بتعملوا الصوره يعني؟ لا بتعملوا. طيب يا حبيبنا بشكرك كثير. انا سلم نيتك. شكرا. ماشي؟ ايه. بدك نوقف شوي نحكي؟ ايه ممكن. اسمحي لي، تفضل لعندي. هيك. هيك. لا هيك. روعة. صفيتك كأنه باركينج. مرحبا. أنت مش خايف تقعد على الجسر هيك؟ يس، قصدك كوبري. ايه، هيدا. اسمه كوبري. كوبري. وما بتخاف تقعد على الكوبري؟ خبرة يعني. خبرة من زمان. انت وصغير بتقعد هون؟ بعرف بمصر بقول لك كوبري، وهوني بنعتبرها اني تطلع شايف طريق يعني معبر. نفس الوقت معبر او جزر او كوبري نفس الشيء كله باللغة العربية. معبر عبارة بيسموها او جسر. وشو اصلا وفصلة كلمة كوبري؟ او انتو يعني بتسمعوها هيك من زمان؟ بنسمعها كده من زمان، عرفت اسمها. كل الناس بيقولوا كوبري. يلا انا رح امشي، رح ترجع تطلع على الكوبري. خد بالك. دخيلك. يلا باي. الجسر. الجسر. شو ممكن يكون له اسم تاني؟ المطعم بنطلع عليه عادي. جسر. جسر ايه، بطلع عليه السيارة. كوبري. كوبري؟ هيك رايحة على مصر. لا بس سامعة فيه. سامعة فيه. مرحبا. بدي اسألك كيف ممكن اوصل للجسر الثاني اللي هونيك؟ لا جسر، هنا مش جسر، هنا كوبري. بتقولوا له كوبري؟ كوبري مش جسر. يعني لو سألت حدا مثل ما عم بسألك عن الجسر يقول لك كوبري مش جسر. مرحبا، بدي عزمك، ممكن تصوريني مع الجسر؟ نعم؟ كوبري. كوبري؟ الله معك، الله معك، تفضل تفضل تفضل. ما في كرسي؟ يلا بنقعد هيك، هيك كأنا كرسي. على راسي. شو رأيها؟ حبيبي. كرسي بالهواء. جسر. شو له اسم تاني؟ كوبري. كوبري. بالسعودية كمان بيقولوا له كوبري. كوبري. أنت عم تتمشى؟ نعم. على الجسر؟ لا لا كوبري. على الكوبري؟ الكوبري. حلو التمشي على الكوبري. حلو الكوبري. فاذا مش على الجسر على الكوبري. لا الكوبري. كوبري. كوبري. طويل هذا الكوبري؟ طويل. بدك نعمل سبق على الكوبري؟ يلا سبق. واحد. جاهز؟ اثنين. ثلاث. حضرتك ليه بتجي هذا المطرح؟ هذا المكان بنيجي فيه بنتجول فيه من زمان. ايه. فتربينا على كده وعشنا كده. يعني في منظر حلو و... طبعا الطبيعه حلوه. طبعا طبعا. هذا الجسر قد ايه عمره تقريبا؟ الجسر ده يعدي له 100,000 سنه. 100,000 سنه؟ 100,000 سنه. لا كبير. لا كثير كثير. الجسر له اسم ثاني؟ لا ما له اسم ثاني، بس بنعرف اسمه الجسر. في جسر مشات او جسر عادي. بس كلمه جسر في لها اسم ثاني؟ لا ما له اسم. ما له اسم ثاني. اسمه جسر لكن. او كوبري. او كوبري. كوبري قصر النيل. كوبري قصر النيل. حلو. كوبري يعني من انت وصغير بتتمشى على الكوبري؟ بتمشى على الكوبري ده لازم. وعمره 100,000 سنه؟ لا 100 سنه. 100 سنه. 100 سنه. كرستك اريح او كرستي؟ كرستي بالهواء. لا شو بيا ما كرسي بس متعب. بدك تعد للخمسه بصير بالارض. تقعد محلك. هات ايدك خي شيلني شيلني هيك. تعال هيك هولا. يا 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 كوبري. طيب كيف ممكن يروح على الكوبري؟ بتقعد كده
روح هيك وهيك. شكرا. مصر يعني على كوبري 6 اكتوبر. الله شو شاري؟ شو معكم؟ اوه شي حلو فرجينا شو؟ هيدي لك او للماما؟ وانت شو اشتريتي؟ اوه شوف هالشنطة شو حلوة. واو شو في منها الوان؟ ازرق اسود قديم ابيض. قديم بتحسبوا لنا اياها؟ مقدمة بدون حقها. يا عمي شو لذيذين بشكركم. شايف؟ بشكركم يا جماعة. ولو وهي كمان باخذها للمدام. وشوفتك تسود منها. الله يسلمكم. يلا باي باي. باي باي الله معك.